حياكم الله من جديد مشاهدينا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والذي يسمح لأول مرة للمرأة المشاركة فيها كمرشحة وناخبة. للحديث عن دخول المرأة بالانتخابات البلدية انضمت لنا عبر الهاتف الدكتورة حمدة العنزي عضو مجلس الشورى. أسعد الله مسائك. أهلا وسهلا فيك دكتورة حمدة. يا أهلا وسهلا فيك. حياك الله. حياك الله دكتورة حمدة. يعني حدثينا ماذا تعني لك مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وتحديدا من خلال حضرتك عضوة في مجلس الشورى؟ نعم، بداية أنا سعيدة لوجود اليوم على القناة الأولى، قناة التلفزيون السعودي. ماذا تعني لي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية؟ حقيقة أنها تعني لي الكثير. تعني لي أن المرأة السعودية لا زالت تكمل مسيرتها الفاعلة ومشاركتها في صنع القرار، في خدمة البلاد، في التنمية الحقيقية الفاعلة. طبعا المرأة السعودية كانت المشاركة الأولى لها هي في مجلس الشورى. صحيح. ولله الحمد، يعني كانت مشاركة فاعلة. اليوم هي تخطو الخطوة الثانية في حياتها السياسية، خطوات الإصلاح إن شاء الله لا زالت سائرة، ستمكن المرأة إن شاء الله بشكل أكبر مستقبلا. هذه الخطوة الجبارة تعني لي حقيقة أنه لا حدود لثقة سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا والشعب السعودي بالمرأة، المرأة الأم، المرأة الأخت، المرأة الزوجة، الإبنة، صانعة الأجيال. صحيح. لتكون شريك رئيسي في كل يعني ما من شأنه أن يعلي من خدمات الدولة، أن يرتقي بها للمرجو بإذن الله تعالى. صحيح. المرأة في الانتخابات البلدية إن شاء الله ستكون متابعة، مراقبة، مقيمة، ستكون واضعة للخطط، واضعة للاقتراحات، لأنه يعني بمستوى البلد بشكل مجمل. انتخابات البلدية تعني لي أنا شخصيا وتعني لجميع النساء في بلدنا الغالي، تعني لهن الكثير إن شاء الله بإذن الله. طبعا أكيد ونتمنى لكم التوفيق. لكن دكتورة حمدة، دعينا نتكلم قليلا عن جهود حكومتنا الرشيدة في تمكين المرأة السعودية في شتى المجالات. ما شاء الله أصبح لها أدوار. صحيح. جدا فعالة، أصبح لها أدوار جدا بناءة في النهوض بمجتمعنا وبنهضتنا. لكن كلمينا عن مشاركة وكلمينا أيضا عن تمكين حكومتنا الرشيدة لهذه المناصب للمرأة السعودية. نعم، طبعا خطوات المرأة السعودية لا زالت نستطيع القول أنها خطوات حديثة، يعني ابتدأت بملك الإصلاح عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وها هي تكتمل مع مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. صحيح. نتأمل إن شاء الله أن تكون هذه الخطوات أكثر اتساعا وأكثر فاعلية وتأثير في مستقبلنا القادم بإذن الله. جهود الحكومة السعودية طبعا واضحة للعيان، يكفي أنها في الانتخابات البلدية رأيناها في تنفيذها للحملات التوعوية توجه للمرأة والرجل على حد سواء. المرأة كناخبة تعطيها صورة واضحة، تتعلم كيف تقيد اسمها، كيف تنتخب، ما إلى ذلك. أيضا أعطتها المؤشرات الرئيسية للمنتخب الحقيقي الذي يجب أن يوجه له الأصوات. الحكومة السعودية يعني أنا برأيي أنها مؤمنة إيمان كامل بالدور التكاملي الذي تلعبه المرأة إلى جوار الرجل. يعني دور المرأة ودور الرجل يكملان بعضهما البعض في تنمية البلاد. لكن حقيقة هناك يعني أشياء نحن لازلنا في البداية ومتفائلين خير جدا بالانتخابات البلدية، لكن هناك يعني نقطة سبق أشرت لها أنا قديما في أحد اللقاءات الصحفية وأؤكد عليها. تفضل. أن ثقافة المجتمع في تقبل المرأة كمترشحة للانتخابات قد تكون ليست بتلك القوة التي نأمل. فمسألة الحصول النساء على الكراسي التي تؤهلهن لخدمة البلد بشكل كامل في بدايات الأمر قد لا تكون بالشكل الذي يرضي. لذا أنا من المؤيدين لوجود نسبة من الكراسي بالتخصيص وليس بالترشيح، أي بالتعيين، كوتا معينة بالتعيين. وهذا الشيء أنا ذكرته من قبل في عدة لقاءات وفي عدة يعني استفسارات وردتني عن الانتخابات البلدية. ويعني وأتأمل أن إذا تم الفرز أن نرى أسماء كثير من السيدات الفاعلات في خدمة المجتمع والمتطلعات فعلا إلى التنمية أن تكون أسماءهن ضمن قوائم المرشحين الفائزين. لكن إن لم يكن هناك
فنتمنى أن يكون لهن نصيب من التعيين بإذن الله. بإذن الله. الله يعطيك ألف عافية دكتورة حمد العنيزي، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة لنا باستضافتك تسليط الضوء على الانتخابات البلدية. شكرا لك. وبالتأكيد مثل ما تفضلتي يعني قلتي أنه خطوات حديثة للمرأة، ولكن فعلا استطاعت أن تشارك في صنع القرار وأيضا تسلم المناصب القيادية. شكرا جزيلا لك وأتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك، أهلا وسهلا. أكيد كل الشكر لك دكتورة حمدة على هذه المداخلة.